وزارة الشباب والرياضة من وزارات ليها طبيعة خاصة، سواء في ارتباطها بالمديريات أو ارتباط العمل في ملف الرياضة أو في ملف الشباب، وأيضا الهيئات التابعة للوزارة من مراكز شباب ومدن شبابية ومدن رياضية أندية وخلافه. ده بيتطلب عملية أخرى من التطوير، سواء الرقمنة وربط المنظومة ببعض أو التدقيق في عملية العمل الداخلي نفسه وكيفية وضع آلية للتدقيق الداخلي أو المراجعة الداخلية ما بين كل هذه التكوينات وما بين الهيئات التابعة. الحقيقة مع الهيكل الجديد، الهيكل التنظيمي الجديد، بقى في دور كبير للرقابة الداخلية. احنا يسعدنا ان احنا نتعاون مع الرقابة الإدارية في عمل هذه الدورة الأولى للرقابة الداخلية والحوكمة. طبعا تهدف هذه الإدارة إلى حماية ممتلكات الوحدة وحماية ومكافحة جميع وسائل الفساد، والعمل على تنمية قدرات هذه الإدارة والعاملين فيها بهدف مكافحة الفساد عالميا. وده تأتي في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. الوزارة ابتدت بالخطوات الإيجابية واتخذت القرارات المعلنة من قبل رئيس مجلس الوزراء وجهاز التنظيم والإدارة لتفعيل هذه الإدارة في الوزارات المختلفة. المؤتمر ده يعني مهم جدا في ذاته وفي زمانه، لأن فعلا مسألة الحوكمة والشفافية والنزاهة واتباع السبل المتعلقة الحديثة المتعلقة بمكافحة الفساد أمر بيؤدي إلى إيجابيات كتير جدا بالنسبة للجهاز الإداري. فحسنا ما فعلت وزارة الشباب والرياضة لما عملت هذا المؤتمر عشان موظفيها يعرفوا يعني إيه حوكمة ويعني إيه مراجعة داخلية ويعني إيه هي الأطر اللي من خلالها بنكافح الفساد، لأن المراجعة ما بتبقى جيدة والحوكمة والشفافية والنزاهة كل ده بيعود بإيجابيات على العمل الوظيفي وعلى الجهاز الإداري اللي بيمارس العمل الوظيفي، وبالتالي بتقل جدا جرائم الفساد. إصرار معالي الوزير بعد نجاح هذا المؤتمر، وإن شاء الله هنخرج النهاردة بتوصيات لهذا المؤتمر هتعمم على 27 مديرية. إصرار معالي الوزير بعد نجاح المؤتمر ده على استمرار المؤتمر إن شاء الله بنسخ كتير جدا وعلى قطاعات مختلفة في المديريات إن شاء الله، وتعميمه على الاتحادات والأندية وعلى مجال أوسع إن شاء الله. الحوكمة مش معناه ان انا بقبض على حد او معناه ان انا بصطاد اخطاء لحد، لا، ده انا بقول لك انت هنا خطأ المفروض تصلح كذا، عندك قوانين تمشي عليها، عندك لوائح تمشي عليها، عندك اخطاء المفروض تعدلها مهما كانت الاخطاء اللي قبل كده، فما نكونش على مسار الخطأ، لا، احنا لازم نكون على المسار الصحيح. ويمكن الخطوة النهاردة ديت بداية خطوة صحيحة بالمنظومة المتكاملة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. فأنا كلنا بنشكره كمحافظات ومديريات وعاملين ومنفذين للعمل الإداري في الجمهوريات كلها. المعنيين بالملتقى، الملتقى بيستهدف العاملين في إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة في المديريات، والمديريات اللي لسه ما استحدثتش الإدارة أو ما فيهاش إدارة مراجعة داخلية. فإحنا بنجيب المرشحين من العاملين في إدارة التفتيش المالي والإداري سابقا أو اللي بيرشحهم مدير المديرية. احنا اخترنا 3 من كل مديرية شباب ورياضة. كمان بيميز الملتقى ده ان معايا مدير المديرية أو وكيل المديرية، فبالتالي معايا القائد، قائد المديرية أو مدير المديرية، ومعايا العاملين اللي شغالين في المديرية.